روح بقى لميدو نبيل، الهدف اللي احنا استعرضناه من شويه يا ريت تعيدوا لنا الهدف تاني من الاهداف الحلوه، واحنا هنا في قناه الاهلي لما خدنا احسن هدف في الاسبوع خدنا الهدف ده وانا اتكلمت عنه، اشرح لنا بقى وعايز اسمع منك. والله يا كابتن يعني الماتش ده كنت طول فتره الاعداد بلعب ديفندر. قدامك الهدف. ايوه يمكن ده اول ماتش، كنا اول ماتش نلعبه على ملعب اربعه الملعب اللي تحت. فكنت اول ماتش العبه تحت الفيرون صانع العاب، فكنت متحمس جدا يعني ان انا ابين حاجه. الكابتن شرف كان لسه ماسك جديد برضه. انت الاول استلمت الكره في نص الملعب وكملت بيها بسرعتك. كملت بقى بسرعتي، ف يعني عملت فنت باليمين فتعادلت على الشمال. وانت مش لعيب اشول ولا؟ لا مش اشول. فشطها يعني الحمد لله، يعني انا بشتغل كويس على الجون باليمين او الشمال، يعني ما دايما شغال يعني بالاثنين. بس هدف من الاهداف الحلوه يعني صعب على حارس المرمى. وقتها وانا بعلق او وقتها بعلق على الهدف وخدناه احسن هدف، قلت ان الهدف ده يعني صعبه جدا على حارس المرمى وفي مهاره عاليه، مهاره التسديد، وراحه كمان في المقص اليمين على حارس المرمى. لا هو جون بالنسبه لي يعني من احسن الاجوان اللي انا جبتها. ده كان الهدف ده في مين الاول؟ كان في النصر، كان في ماتش ودي. في ماتش ودي. ده من احسن الاجوان اللي جبتها يعني من اول ما لعبت في النادي، والجون ده بعتز بيه جدا يعني. وهو فعلا من الاهداف الحلوه. ميدو اسامه قول